بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على نبي الكريم. اخترت اليوم نطالع الرأي العام على الفيديو اللي معدل اليوم. اليوم اللي هو يوم 7 شهر 7 سنة 2023. أنا حالا أتكلم معاكم داخل طب صباح القديم الأول اللي في ظهر طب الكبير حالا نقرضه. جيت اليوم معدل زيارة أحد المرضى من تختي يتعدل الزيارة اليوم. والله لا تأسفت حتى من الواقع في الطب، والناس كاملة شاكية من الواقع في الطب، من قلة عناية الممرضين ومن قلة عناية للناس داخل الطب، للواقع انهم يحشم. اولا الطب اللي فيها انا حاله هو حكم الطب تبركويز اللي يقولوا له السب الرئوي، الناس اللي تعاني من ذا، وهذا المحكمة في الطب كافي مشي على اني ندخل نقرا الطب ودور ان شاء الله وخش نقول نعطيكم كامل ان شاء الله. تشوفوا متكاه وتشوفوا دقات اللي يعلقوا وتشوفوا الناس اللي معزوله كامله اللي في الطب تشوفوا. وهذا الطب اللي هو طب صباح الاول لاصق في طب الكسور طب الدوني. شوفوا ظهرك انا نقرا الطب يقولون مقدمه. شوفوا هذه مباليت بعد قاع، هذا ظهر الطب من ورا. هذه مباليت حالا راعي يطلعوا في انا داخل. شوف هذا بلوته انا داخل من الفم ظهرك. شفتوا هذا تراعوا فيه. شوف هاي ظهر طب من الورا ذوق طلعوا فيه بنايات الطب. شوفوا هذه مباليت وراينا انت ماشي وصلت بالكامل. شوفوا وهذه مباليت اللي في الطب. شوفوا غرق وعد لكم منين بالاستراحة الناس. هذا بعد قاع الناس بالاستراحتهم ياك تعرفوا على وزارة الصحة ما هي معدلة دورها في هذا الطب بل هاملته وخلاته بالنفاية خلاته بالوساخ اللي طلعوا فيه كامل. وهذا كان يا الله تعود وزارة الصحة مع جيت ماكسو يعودوا يعدلوا على الاقل الباطن ينظفوا الطب يطرعوا فيه. شوفوا كيف هاي باخذ منه لا بول ومباليت. شوفوا هذا نقر الطب ظهرك. شوفوا ذوك الناس اللي طرعوا فيهم قاعدين هوك، هذو الناس اللي هاليهم حكمه في الطب اللي ممرضين اهالي ناتهم واولادهم. شوفوا راهم قاعدين يخرصوا مباليت ما قريبها منهم. شفتوا مباليت طرعوا فيها. شوفوا هذه لا مباليت هم حكمنهم يقعدوا فوق مباليت ولا يقعدوا قاعد يباتوا ولا يقعدوا يراحوا عاد استراحه حتى في النهار يقعدوا كلهم الناموس. شوفوا هذا اللامباليت وهذا ما في دخلت الطب. هاي من ست الله ظهر الطب من الورا ولا ينعقب نعطيكم الطب داخل. شفتوا هذوك الناس هم قاعدين طلعوا فيهم هذو اعطي بظهورتهم. هذو الناس اللي عندهم مرضاهم في الطب عندهم مرضاهم في الطب. هذا لا احد المرضى لا ما نقدر نركز حتى على الناس اللي محكوم في الطب ذاك ما يتواسم مرضى ما يلا ياخذ الفيديو يقول انا باكي حقوقي كان عتاقي قد ما اخذ راسي بما عندي شجاع حدو. وهذا دوري كان عتاقي ودوري كم مواطن موريتاني. شوفوا الناس ينشروا هون ويعادوا الراحة هون. شوفوا ذاك السؤال اللي نبدأ داخل شور الطب بداية الطب قعدتكم لورا ظهر الطب الأول واللي وقف عنده الفيديو الأول. نبدأ لكم فيديو ثاني من معاناة الطب وما أدري كما معاناة الطب. وهذا هذا الإهمال اللي معدل وزير الصحة لذا الطب اللي عاد قديم وعاد. بسم الله الرحمن الرحيم دائما تكمل الفيديو الثاني. أنا حالا داخل نقر الطب اليوم اللي هو يوم 7 شهر 7 سنة 2023. شوفوا مولي هذاك بداية الطب راعيني. شوفوا فيه دور شوفوا التلوث المتين اللي خالق في الطب مولي نفس الشيء ذاك اللي يعود عاد المواجهة. هاي عاد لا مهمول عاد لا معدل بالمبالي. شوفوا خرصوا هاو الباش فيهم البول فيهم كامل الزرق خرصوا هاو. حتى البناية قاع ما معطي لها عناية حتى البناية الدنيا بس. شوفوا عاد مصدي وهي راقب غير واقيش عنها غير واقيش بحكمة معنترين اللي فيهم تبركويز واللي فيهم الامراض المزمنة. فالواحد قاعد يجي قاعد هو من نفسه يجي مريض ويمتان عليه المرض. شفتوا هذا بعد راعي نقر الطب وراعيني حاليا نخش الطب. وهذا ما هو يلا يعود في طب دوله عندها رئيس دوله عندها وزاره الصحه ودوله دائما تدعي عنها ما يباخلش المواطنينها. وهذا شوفوا راعي هذا حرف راعي يقول لي انت كما زرعت انت شبرهم ما انا الله رايك براسه حاميه حاميه انت كنت محكومون جاهم ليش بعد قاع مرتدي انت حاسب ايش؟ انا لا عمال ادعش بالكلمه. ايه تبركويز كحه. ايه تلف مخش نقريك وتكون. ايه انا عدت لابد من جيل ذام بيا هنا تاها تبركويز مراد مذمره لابد من جيل ذام. هذا حكيت كذا حب ضحايا كلمات ما مصالحين خش نقري تشوف. ايه دور خش جزاك الله خير دور خش. شوفوا انا ادرك حالا داخل الطب حالا داخل الطب معناتها ما اعطي له عنايه ولا ما اعطي له شيء يسوى شنو. شو رايك دخلت الطب حتى كلمات زيرو كلمات زيراتو عادوا لا حكم منهم ديرتو في غيرهم هم هاد لا بد من تلفتهم منهم بالكويس. انا رايك دخلت الطب ما نقدر نصور المرضى يا قال بعد ايه نعطي لكم معاناه كامله. هاي الناس اللي كلهم دير فانتليتير هاي كلمات زيرو طلعوا فيها ما تشتغل
هون لا جفتها وماكينتها مقلوعة، هون لا جفة والماكينة معايفة. شوفوا الأخرى، هاي مالي هون لا جفة والماكينة معايفة، شفتوا عاد تقع فيها الرتلة، شفتوا هاي عاد فيها الرتلة، هذا ما معطينا أي عناية. شوفوا الرتلة هيك الفوق، شفتوا حتى ها اللي تجي عليهم الدقة عاد فيهم الرتلة. هاي اخترت ان نعتو كان عتاقك وحقوقك. شوف هذا ما يعدل في دولة فيها مرضى بدهم عنصر. شوفوا الرتلة هاي رواش ونقدر الطب. شوفوا شفتوا هذه الرتلة اللي حكم صرف، وهذه ما زرعت. قال لي احد مرضى عنها عنهم هون لا جفهم، لا جفهم هون حتى شافوا مكان ما هم فيهم فيهم لا جفف. وهذا مدى مرضى تاكيهم ما عنده حد معانيها ولا عنده حد عارف ليش. وشوفوا هذا كما زشت، وهذا شفته كامل. أنا هون لابد متلثم بي هون بالتبركويز يا اسم الأمراض المثمرة، لابد حيث تلثم عنها. شوفوا هذه دقة خرصوا اشترت اللي فيها. هذا يا وزير الصحة قول صح عنك ما أناك باخل شيء. هاي وزير الصحة يلا كان عتاقا قدم واخذ راس ما عندي شيء أحده، وهذا دوري كان عتاقي ودوري كمواطن موريتاني. شوفوا ناس ينشروا هون وعدوا الراحة هون. شوفوا الرقصة اللي نبدأ داخل شهر الطب، بداية الطب عددكم دورة ظهر الطب الأول، واللي وقف عنده الفيديو الاول نبدا لكم فيديو ثاني من معاناه الطب وما ادريك ما معاناه الطب. وهذا هذا اهمال لمعدل وزير الصحه للطب اللي عاد قديم وعاد مهمول. هذا لا لعنه خلق واحد وخرج جديد. وراكس لين قلت لكم مكيفات ونقيس لكم فانتلاترات ما زيرات اللي هم لا جفهم. ركت نعت لكم لا وهر الطب. شوفوا هذا بارد هي مصدر مره اخرى. وهذا الناس اللي عندهم مرضى هون. وتولي نقطع الفيديو لين واصل ان شاء الله والثاني معاكم نعود نخش الطاب وتشوف هذا اللي فيه كامل. هذا ما يلا سكت عنه اي مواطن موريتاني ولا اي حقوقي ولا وزير الصحه. يلا هذا الطاب يعطيه عنايه ويلا يبالى عند المرضى هذا الوساخ، ويلا يعود عنده استاذ فامت ميلانجي ويلا يعود معطيه عيانه. ما يلا لا اي طب مات لها الناس مات المهم عند الدوله. عدت واحد يجيب تورق زينه يخلاهم الفقراء اللي لا اللي ما لا حولهم ولا قوه يخلاهم زرقوا هون بهذا الوساخ وبهذا الناموس وهذا التلوث. ما هم بليده قاع ما فيها الناموس يقرب على الاقل يعود هماتها عنايه هم الداس متنظم. شوفوا تعود هماتها تعود هماتها وزاره الصحه حقيقيه تعود المجموعه الحضريه. والله فهم حد يبالي والله حد بعدي عنايه يسوي شني قاع هو لدور مواطنين. مواطنين ما يدور شيء. جاي واحد زاق الفولتو وجاي واحد تعبان وجاي مريضه يقعد ما يقعد يعود هو حتى هو اللي ما هو مريض ما عنده من يقعد ولا عنده من يسكن. وهي اختتنا عاد اليوم 7/7/2023 وذاك لين خش نقرا الطابين نعطيكم ذا كامل. وهذه رساله وعد وزاره الصحه وعد جيت نواكشوط. يلا هذا الطب يغير من واقعه ويلا هذا الطب يعرفوا له شيء وهذا المرضى يعرفوا له شيء. يلا هذا هو دور وزير الصحه واذا ما نقدروا نخلوا بك حقوقيين وكسياسيين ولا ندوا به اليوم ومنديهم به الصبح. وذاك لين عندي الفيديو الثاني ان شاء الله من معاناه داخل الطب ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وشكرا.